السلام عليكم، معكم عمر اي 12. النهارده يا جماعه هنلعب لعبه ماينكرافت بدراعات البلاي ستيشن. اوكي تمام، يلا بينا نبتدي. الفيديو ده يجيب 10,000 لايك و واعملوا له سبسكرايب. تمام، نشوف اللي الجه اللي الجه. اوكي طبعا نسيت اسوي الدول، اسويهم. ثانية واحدة، طبعا انا حاطط البتاع ده هنا معايا ايرون. ثانية، خش كده معلم، نحط بقى البتاع ده لحد ما يستوي نروح نعمل ماين. ماين فين؟ الحجر ده. بس انا خايفة اتوه من بيتي. ده الماين بتاعي يا جماعة. طب ثانية هجيب الاكس عشان بقى بتوه يا جماعة في الماينات ومش بلاقي بيتي. فمرة لازم اخسر او اقع من مكان عالي عشان ارجع بيتي، عشان لما بنام على السرير بترسبن. اوكي احنا قلنا عايزين ايه؟ الاكس. هتنزل يلا يا عم بقى. اليوم القطاع نحط دي هنا. تعالي بقى، ده انت رخمة. ايوه حلو قوي عشان ما اقعش في المكان الغلط. انا لو فتحتها كده، لو فتحتها كده هقع. انما كده مش هقع. 28 حبة. اوكي نروح نجمعلها من خشب هنا جنب البيت بتاعي. طبعا ده بيت الكرويين، ومش لاقي الكرويين ولا لاقي الموبايل خالص. لاقي بس البقر والحاجات دي، مش عارف الكرويين راحوا فين والايرون جلوب. يعني حاطين فريجر يعني في حته غريبه بجد. قد بقالي ساعة يا جماعة عمال ادور على فلاتجر من قبل كده هنا في المنطقة، لقيت فلاتجر. ليه حاطينه هنا؟ مع اني يا جماعة محبش الاماكن اللي بتبقى فيها توهان دي. جمعت لي 9 حبات ليه؟ المفروض في الحالة لازم اجمع 64 حبة. اوكي عملت ايه؟ كسرت 10 حبات اهو. ما فيش حد ساكن في البيت ده، نكسره بقى. ملوش اي 60 لازمه. اه الباب ده جات لي فكره. الباب ده بقى اسوي بيه. تعالى يا معلم كده، تعالى. خلاص ما فيش حد ساكن في البيت ده اصلا، وحاطينه منظر كده. اه حاطينه منظر بجد. يلا يا عم نتكل على الله. فاضي ملهوش اي 60 لازمه، حاطينه منظر وحاطينه فرن ومش عارف ايه الهبل ده بجد. اوكي يلا يا عم، يلا يا عم نكسر البيت كله. انا مش ناقص، انا وجع دماغ. اكسر السرير ده. يلا يلا يلا، سلام كده سلام. يلا البيت ده خلاص بقى مهجور، ده بقى مهجور مفيهوش حد. خايف ان الانفنتوري تتملى. لا عادي عادي. اوكي 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 خلاص دمرت البيت، دمرت البيت. ايه يا عم انت عايز ايه يا عم انت؟ فين الغزالة والحاجات دي؟ اللام اللام. طب بتبص لي كده ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ضربة واحدة راح قتله يا عم. عادي يا عم، ده هتلاقيه ملبوس ده ولا ايه؟ 18 حبة.
حلوين حلوين. يلا حط يا اسطى، حط الهبل بس الحلوين قوي كده عشان اسخنهم. فين الفرن؟ انا عندي 2 فرن حرفيا، عامل 2 فرن، فرن هنا عشان اسوي الاكل والخشب والحاجات فوق بسرعه كده، وفرن تحت اسوي فيه اللبابه فيه ماين، او ممكن ما اعملش ماين اصلا. ايه ده؟ وانا الغباء بتاعي ده، الغباء بتاعي ده والنبي يا جماعه، المفروض اعمل له كرافتنج. بصوا قد ايه حاجه. يلا حط يا عم، يلا حط يا عم، فاكس 18 حبه. اوكي حبة بس، هو 64 حبة. طب نجرب كده يا جماعة، نشوفه ده يتحط في الفرن ولا لا. الخشب يعني البرجر، ربي ربي يتحط في الفرن. ده خشب اصلا. ايه ده الهبل ده؟ ما ان شاء الله. هو هيعمل ايه يعني لما نجرب حاجة كده؟ ايه الهبل ده؟ انا مش فاهم حاجة. فاكس يا عم فاكس، خلاص. اوكي ثانية واحدة، انا هنا يعني في ثانية واحدة، الشجرة دي ما اتزرعتش ليه؟ انا حاطط اشجار تتزرع، شجرتين واحدة ما اتزرعتش. عادي عادي، نزرع بقى كمان كمية كبيرة عشان نقدر نجيب خشب جنب بيتي، مش محتاجين ستون ده في حاجة. يلا عم سلام، يلا وصلت يا حبيبي، يلا يلا. بس حلو قوي كده، بس كل ده يبقوا جنب بيتي. نشوف اخبار الماين. الماين ايه بس؟ ايه يا معلم، استويت ولا ايه؟ ايوه 50 حبة، وحط عليهم 40 حبة، 64. اهو هو ده الذكاء. طيب اوكي، عايزين 45 عشان يبقوا يكفي. اوكي يا جماعة، اوكي يا جماعة، اوكي. ايه ده؟ ايه جاب الخفاش ده دلوقتي هنا؟ انا مش طايق خفاشات انا. انت رايح فين انت يا عم فيلسوف؟ انت ده فكر نفسه الجريسما ده ولا ايه؟ ولا بص، انا بحبش الخفافيش تبقى في بيتي، مع انه المفروض احط توشات عشان ما يضربونيش دول. حط يا معلم عشان ما تخش جنب بيتي من اللذين ده. ايه الغباء ده؟ ايه وي غباء خارق. يلا يا عم مش ناقص خفافيش انا، يلا اتحط. لا والله حيت ربنا، انت لا. هو بيعجبوني يعني دول ولا ايه؟ دول بيعجبوني دول ولا ايه؟ حرام عليكم. مش عارف احط، بتخلص بقى. لا ذكاء ذكاء، منتهى الذكاء. اوعى يا عم كده بتوع. هو ده اخرك يعني؟ طب شكرا. ايه ده، انا اتحشرت ولا ايه؟ يلا يا عم، يلا يا عم فاكس كده، حلوين قوي. بس نسيت الايرون، نسيت الايرون، خبط كده يا عم. ما طبعا انت كمان يا عم، انا ناقصك. وانا ليه محشوب؟ اقفل بسرعه، اقفل بسرعه، اقفل بسرعه، اقفل اقفل. بس حلو قوي كده، هسويك في الفرن. ما توع يا رخم، بقول لك ينزل تحت الحفرة احسن اتحشر. انا لو مش لك يا اخي مش عارف اعمل فيك ايه. ولا خد يلا، هي ليه كل حاجة ضربة واحدة كده بالنظر على طول؟ ده اكس، استغفر الله العظيم يا رب. شكلي كده هضطر اعمل توشات. اوعى يا عم، اوعى اوعى اوعى. لا ما شاء الله عليك بقى،
زهقت، معايا كام حبة فحم، يا رب ما يكونش اللي في بالي. لا الحمد لله 8 حبات. حلوين 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 رضا دول. هات بس 26 حبة دول. تروح فين يا رب؟ تروح فين يا رب؟ ايوه كده تعالي. ما انا عندي فكرة، انا ممكن اعمل كرافتنج تحت، كرافتنج تيبل، واللي فوق ده عشان لو ما نزلتش تحت. يلا يا معلم. نحتاج ايه يا معلمين؟ هنحتاج طب انا مش عارف ايه بوزع ازاي. بليس وان، فهمت. حط يا معلم حط. هو كله ايوه هما دول حلوين. ايه انت كارسما اوي. يلا طب نحط كله على بعض. يلا يا عم انت رايحه فين انت كمان؟ بليس وان اكس واكس 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 واكس. هقعد اوزع على بعض بحط. ايوه قربت خلاص. يوي انا تعبان تعب في اللعب. ايوه الحمد لله 11 قد بعض. انا مش متوقع يبقوا كده يعني غريبه. يا عم عادي يا عم عادي. ترش بقى يا معلم نروق على نفسنا. هو انا خدت كام حبة دوش بس؟ ان شاء الله هناخد كله. ان انت فاكرني قوي. ايه غباء ده؟ ايه ده ماله ده؟ سويل ترش. لا يا معلم سويل ترش ده مترفعنيش. يلا بينا يلا بينا يا اخي يلا بينا يا اخي يلا بينا. 30 حبة دوش يعني مش هيظهروا اكتر من كده. يلا يا عم يلا يا عم. ادي واحدة، كل واحدة ما ماشي زي ستيف كده. ستيف. اوكي يا جماعة عارفين يوتيوبر اسمه هايبر اي اكس اي دوت بيقول ستيف بيقعد يتفرج على المنظر الجميلة ده. واحد يوتيوبر كده يا رب بس الناس تبقى عارفينه. نوتش بقى يا معلم بيقولوا ده اقوى واحد وكمان بيلعب على الصعوبة المستحيلة والكلام دوت. هايبر اي اكس اي بيقول كده. اكتبوا هايبر اي اكس اي مش عارف اسمه ايه، هو اسمه ملخبط كده. ننام بقى. اوكي نمنا في امان الله. نمنا في امان الله. يلا يا عم يلا يا عم. احنا محتاجينك دلوقتي يا عم. اوكي نبهدين بس كده. هو كل ده بيستوي؟ لا يظهرش في وداني. هتقولي تختبي تروح فين انت اللعيبه دي؟ اهي يلا يا عم. اخيرا معانا ايرونات. بص 42 حبه يا مفتري. يلا قربنا نخلص قربنا نخلص. لا 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 قربنا نخلص قربنا نخلص. يا ريلا. اوكي 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 يا عم. ما توقع انت كمان يا عم ده انت بارد وربنا. اوف بقى اوف مش عارف اعمل ايه يا جماعه مش عارف اعمل ايه. اخيرا. هو انا كنت محتاج بيهم ايه؟ يا رب صبرني يا رب صبرني يا رب. شست 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 شست. يا عم الفيلسوف قربت اخيرا. اوكي هنخلص حبة الكولور ده ونخلص الفيديو وبعد كده بإذن الله بكرة بقى نكمل الفيديو. اوكي بعد ما يخلصوا دول بكرة نكمل الفيديو. اوكي 42 حبة زي ما قلنا 2 شستين عشان يكفوا المكان كله. ولا اقول لك ايه، بدل 2 بدل ما نتسوح كده نعمل كده. انت راحة فين انت كمان؟ انت فكرة نفسك ايه فين انت؟ انت مكانك زبالة. يلا
يلا يا معلم يا سيد المعلمين. خطوات في لعبة ماينكرافت هنسميها كده. نحط كل حاجة بقى يا معلم هنا. شوفوا مستوى ولا لسه؟ الحمد لله. اوكي مستوى. طب ليه يعني؟ اوكي هنحط طول بس ونقول لكم كده خلصنا الفيديو. اوكي وكده يا جماعة نكون خلصنا الفيديو. متنسوش اللايك والسبسكرايب. ويلا سلام. ثانية ايوه يلا بقى ننتري. ايوه سلام.